طبعا كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الجونه وبالتحديد مقر اقامه فريق النادي الاهلي. وقبل التحرك والتوجه الى ملعب خالد بشاره اللي حضرتك بالفعل يا كابتن ايمن وصفته وصف دقيق جدا ان هو واحد من الملاعب اللي بيتميز طبعا بتيارات الهواء، وسالت سؤال مهم، هو النادي الاهلي على مدار الشوطين بتلاقي الهواء بيلعب ضدك، هو في باب من احد البيبان اللي هو باب المقصوره شمال يا كابتن ايمن، او الباب اللي هو على شمالك وانت قاعد في المقصوره بيتم فتحه اثناء يعني لعب النادي الاهلي على هذا المرمى، فانت في الشوط الاولاني وانت بتلعب في الشوط الاولاني على المرمى الثاني هتلاقي الهواء، ولما تيجي تنقل على الشوط الثاني في الجزء الثاني من الملعب الباب بيبقى مفتوح، فبالتالي تيارات الهواء بتبقى على مدار شوطي اللقاء. لكن طبعا زي ما حضرتك اتكلمت ارتفاع درجات الحراره ودرجه نسبه الرطوبه، لكن ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي قادرين على التعامل مع هذه المباراه. خليني اقول لحضرتك كابتن ايمن، طبعا يعني المران الاخير لفريق النادي الاهلي كان بالامس على ملعب مختار التتش، من خلاله مستر ريكاردو سواريش كان اعلن القائمه اللي خلت طبعا من 9 لاعبين للاصابه، لكن ابرزهم الثلاث اسماء اللي يعني شاركوا في لقاء بتروجيت الاخير حسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم طبعا بيغيب يا كابتن ايمن لتراكم الانذارات، حسين الشحات وياسر ابراهيم للاصابه، لكن خلينا اطمنك انه هيكونوا متواجدين ان شاء الله مع الفريق في المباراه القادمه امام فريق فيوتشر خلال 48 ساعه يكونوا موجودين في التدريبات النهارده. بالمناسبه حسين الشحات وياسر ابراهيم كانوا بيستكملوا البرنامج التاهيلي الموضوع من قبل الدكتور احمد ابو عبله اللي كان بيتابعوا النهارده اثناء تواجدهم في اهل التيتش او اهل الجزيره لاداء البرنامج التاهيلي. على مباراه بيراميدز ان شاء الله تبدا تستعيد محمود وحيد واحمد عبد القادر، وايضا على مباراه الزمالك تبدا تستعيد بيرستاو. النهارده يوم النادي الاهلي يا كابتن ايمن كان اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 3 عصرا. في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه مستر ريكاردو سواريش بيعقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين قبل التحرك والتوجه الى ارض الملعب. اللي احنا لامسينه من الجهاز الفني ومن اللاعبين ان مستر ريكاردو سواريش يعني قال للاعبين نلعب المباراه دون النظر الى فريق الجونه وموقعه او تواجده في منطقه الهبوط مع فرق الاسماعيلي والمقاولون والمقصه والشرقيه للدخان، شدد على اهميه تحقيق الثلاث نقاط في هذه المباراه. الدوافع اللي عند اللاعبين ايضا يا كابتن ايمن لمسنا من وجوه اللاعبين في تركيز تام، دور كباتن النادي الاهلي الكابتن محمد الشناوي وايمن اشرف رامي ربيعه وليد سليمان السليه علي معلول مع اللاعبين وتحفيزهم من اجل احراز الثلاث نقاط في هذه المباراه. طبعا زي ما حضرتك عارف ان اللي هيدير طاقم المباراه او طاقم تحكيم بقياده محمد عادل حكم الساحه بيعاونه يا سمير جمال وهاني خيري. وطبعا يا كابتن ايمن اخر مباراه كان ادارها الكابتن محمد عادل كانت مباراه الاهلي والزمالك اللي كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بخمس اهداف مقابل ثلاثه اهداف. نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق الفوز، خاصه ان المباراتين اللي ادارهم الكابتن محمد عادل للنادي الاهلي كانت مباراه الاسماعيلي اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء، ومباراه الزمالك 5-3. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا يا فاروق، وباذن الله مستمرين مع بعض لحد نهايه المباراه ان شاء الله، بس اديني فرصه شويه. باذن الله يا كابتن ايمن، وان شاء الله يومي يكون موفق باذن الله يا كابتن ايمن. شكرا يا فاروق، الف شكر حبيبي. طيب فاروق طبعا غطى كل حاجه وطمنا على حاله اللعيبه وطمنا على حاله الاصابات والغيابات اللي موجوده، ويعني في نبره تفاؤل في صوته، في نبره تفاؤل وانا متفائل.